يعني المباراه ككل هيبقى شوط مباراه جيده للنادي الاهلي، مع ان كان في برضه اخطاء في الشوط الثاني بالنسبه لبرضه الكوره المرتده اعتمد عليها المقاولين. المقاولين ما غيرش طريقته، نفس الكلام نفس الكوره المرتده. لكن في حاجه بتحصل النهارده، يعني واضح النهارده ان مستر موسيماني هو المسؤول عن المباراه. في كام حاجه حصلت النهارده في الملعب تقول ان هو خلاص بقى مسؤول رسمي. بص على الكور الثابته، انت قصدك اداره المباراه من خارج الملعب؟ هو اداره المباراه هو اللي دايرها. بص النهارده على كل الكور الثابته اللي علينا، بص الوقفه الدفاعيه عامله ازاي، هتلاقي ان الراجل لا في حاجه اتقالت حتى لو في اليوم او اليوم ونص ده، لكن واضح ان هو قال حاجات معينه اتعملت. دايما كان بيوجه على الخط احمد فتحي، كان بيوجه الشحات، كان بيوجه كهربا، فواضح ان هو خلاص يعني عارف ان وقته قليل، فهو بسرعه عايز الملاحظات اللي هي او الحاجات العيوب اللي كانت موجوده في فريق النادي الاهلي بيبدا يصلح فيها. وواضح ان هو من بدري جدا، ودي حاجه تحسب له تماما. اي حد النهارده غيره ممكن ما يبقاش موجود خالص تحت، قاعد فوق بيتفرج عادي جدا لحد ما يعني يكون فكره عن النادي الاهلي. لكن واضح ان هو لا من بدري جاي وعايز يشتغل بسرعه، وبدا يشتغل قبل المباراه، بدا يجيب اكيد جاب المحلل اداء، جاب الغلطات اللي كان بيحصل فيها لعيبه النادي الاهلي خصوصا في الوقفات الدفاعيه اللي اتكلمنا عليها. مشكله في الحته الهجوميه دايما فرص كده او بتضيع. امتلاكك للكره النهارده بنسبه كبيره قوي غير الماتش اللي فاتت. في النهارده تحس اللعيبه النهارده بتلاقي بعض بسهوله، مفيش اي حد يمسك الكره بيلاقي واحد واثنين بيتحركوا بغض النظر عن المقاولين، يعني بغض النظر عن الحاله اللي فيها المقاولين. لكن انا بتكلم على شكل النادي الاهلي. لا في حاجه بتحصل في الكره النهارده، تمسك الكره لا في تحركات كتير قوي من غير كوره، مفيش التزام بالخطوط، ودي الحاجه الواضحه اللي ممكن اقول لك عليها واكيد اتكلم عليها. التزام بالخطوط من حسين الشحات وكهربا دايما زي ما بقول لك بين الشوطين بيدخلوا جوه الملعب بيسيبوا مساحات وهم بيعرف يستلم، ان بينزل فاضي. نفس الكلام عن محمد مجدي النهارده، شكله مختلف خالص عن كل المباريات اللي فاتت. بيمسك الكره كويس جدا، شايف الملعب زي ما متفقين لازم عندك حد نوعيه محمد مجدي، بيتحرك كويس قوي بكوره ومن غير كوره، حاله بدنيه تقريبا لكل لعيبه النادي الاهلي حاله مطمئنه جدا. لكن اللي عايزين اكتر، انت فاهم يا ايمن، عايزين اكتر في الحته الهجوميه، لازم يبقى فيه طمع شويه في اكتر اهداف، شراسه هجوميه اكتر من كده. عندك نهم انك عايز تجيب جول، عايز تجيب الثاني، عايز يعني جول واثنين والثاني، ولازم نستغل الفرص كمان.